الزيت ده ما بيتخلطش مع اي زيت تاني، بتستخدميه كده على طول على فروة راس. يا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو ريفيو مفصل عن الزيت ده من ميل او مايل، ما اعرفش بصراحه الكلمه بتتنطق ازاي، بس هو الزيت ده مشهور قوي قوي، ده ترند رقم واحد تقريبا. الزيت ده في كل السوشيال ميديا، تيك توك والفيسبوك والانستجرام وكل حاجه، فانا جبته وخلصته على الاخر. يعني لو نزل لكم فيديو الايمتس هتشوفوا ان انا خلصته ورأيي كده سريع فيه، بس انا حابة اكلمكم عنه بالتفصيل النهاردة، ويبقى ريفيو خاص عنه عشان لو حد حابب ان هو يجيب البرودكت نفسه يبقى عارف كل حاجة عنه وكل الحاجات اللي اتقالت، لان في ناس قالت ان هو نفع مع شعرها جدا زيي مثلا، وفي ناس قالت لا بالعكس ده بيوقع الشعر وبيبهدل الدنيا خالص. فانا هقول لكم كل الحاجات النهاردة، هقول لكم كل البريكوشنز اللي انتوا تاخدوا بالكم منها علشان ما يوقعلكوش شعركم، او عشان تبقوا واخدين بالكم هو بيستخدم ازاي. فبليز قبل ما تبتدي الفيديو متنسوش تعمل لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلوا كل الفيديوهات الجاية، وكمان فولو مي على انستجرام تيك توك فيسبوك، بس في لينكات تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا نبتدي على طول. طيب اول حاجة خلينا بس اعرفكم على الزيت، هو الزيت ده من ميل او مايل اللي لسه ما شافوش، وخلي بالكم عشان هو بيجي منه مضروب، فخلي الوردة اللي بتبقى عند البنت دي لازم تبقى لونها بينك فاتح مش ابيض، والكلام برضو في كمان كام حاجة كده بتعرفي منهم، يعني الباركود وحاجات كده بتعرفي منهم اذا كان الزيت اصلي ولا مضروب. هو بيجيب اسعار متفاوتة، بس هو سعره المفروض مش غالي، هو سعره 10 دولار، فالمفروض ان احنا لو حولناها مثلا بالدرهم هيبقى سعره حدود 36 درهم او حاجة زي كده، انا كنت جايباه ب 39، فمش فارقة قوي يعني، بس هو بالمصري للأسف سعره مبالغ فيه جدا، في ناس بتبيعه ب 2000 وفي ناس بتبيعه ب 1500 والكلام ده. انا بصراحة شايفة ان هو سعره في مصر مبالغ فيه جدا على ان هو يجي، يعني هو احنا لو حولنا ال 36 درهم دول او ال10 دولار المصري هيبقى في حدود مثلا 400 جنيه، قولي هنضيف 400 كمان جمارك هيبقى 800، فانا مش فاهمه هو ليه بيتباع ب 1500 و2000، وفي بيجز بتبيعه بارقام يعني مبالغ فيها جدا. فهو بصراحه لا، هو اصلا متشهر عشان هو very affordable، عشان هو الناس كلها تقدر تجيبه، فعشان كده اتشهر جدا. فللاسف هو السعر في مصر مش هيبقى احلى حاجه، فلو انت في مصر هاتيه من بره، خلي حد يجيبهولك او حد من قرايبك او معارفك، او لو انتي سافرتي خلي حد يجيبهولك احسن، او لو لقيتيه طبعا بسعر كويس يعني لغاية 800 900 هيبقى كويس قوي، انما الالف والالفات اللي بنسمعها كتير دي لا، بصراحة هو سعر مبالغ فيه. زي ما بقول لكم احنا لو حولناه للمصري هيبقى سعره في حدود 400 جنيه، ده لو ما ضفناش عليه جمارك او اي حاجة من الحاجات التانية دي، قولي ضيفي عليه ضعف ثمنه جمارك، اوكي ماشي لغاية دلوقتي وماشي معاكوا يعني، بس اكتر من كده لا، هيبقى اوفر قوي يعني واسمه جشع. الزيت ده كميته 60 ملي، وزي ما قلت لك 36 او 39 درهم. في طبعا اماكن بتبيعه هنا برضو اغلى شوية، يعني في ناس بتبيعه ب 45 مثلا، وفي ناس احيانا بتلاقوا عاملين سيل وبيبيعوه مثلا 29 او ب 30 بس، فانتوا هتجيبوه برضو باسعار متفاوتة، وليه مجموعة كاملة هحط لكم صورتها، انا ان شاء الله ناوي اجيب المجموعة، وان شاء الله برضو لما اجيبها هبقى اعمل لكم ريفيو عنها، بيجي الشامبو والبلسم وحمام الكريم بتاعه، لو حد مجربه يكتب لي رأيه تحت في الديسكربشن بوكس عشان انا متحمسة جدا ان انا اجيبها. بس احنا النهاردة هنتكلم عن الزيت فقط. الزيت مكتوب عليه ان هو مخصص للديلي يوز، خلي بالكم من الكلام المكتوب على الزيت لانه دلوقتي شوية هتلاقوه متناقض، وهتلاقوا طريقة الاستخدام الأحسن ليه إن أنتوا ما تستخدموهوش بالطريقة الموجودة على العلبة. فهو مكتوب عليه إن هو ديلي يوز، يعني إن أنا ينفع أستخدمه كل يوم، ومكتوب عليه إن هو بيعالج سكالب تريتمنت، يعني بيعالج فروة الراس لو هي فيها قشرة أو فيها إريتيشن أو حاجات زي كده بيعالجها، وكمان بيعالج السبليت إندز، يعني لو أنت عندك أطراف متقصفة من الشعر برضو بيعالجها، فمعنى كده إن هو برضو بيتحط على الشعر. نيجي بقى على الدايركشنز بتاعته، هو مكتوب عليه ان انت بتستخدميه زي دي الطريقه الموجوده على العلبه اللي انا ما بستخدمهاش على فكره. الطريقه الموجوده على العلبه ان انت بتستخدمي، بتقسمي شعرك 4 اجزاء، يعني من النص كده وتحطي تقسميه على 4 اجزاء، يعني بحيث ان الفروه تبقى واضحه قدامك عشان تحطي في كل الجوانب، يعني يجي برده على الشعر من ورا ويجي من الجناب ويجي من قدام. Then apply a small amount of oil to scalp، يعني هتحطي كميه قليله، زي ما قلت لكم في الريل اللي انا عملته عنه ان انا باخد الدروبر دي مره واحده بس وبحطها على الشعر كله، يعني ما تاخديش منه كتير، هو مش بكترته خالص. وهتعملي مساج لفروة الراس وتسرحي شعرك لغاية الآخر، يعني التسريح الشعر أصلا بيعمل مساج أو بيحفز الدورة الدموية شوية إن هي تبقى تروح لفروة الراس. من انتي برضو تعملي براشنج للهير بتاعك، يعني لازم الشعر يبقى متسرح وما فيهوش حتت مكلكعة كتير عشان يتفرد على الشعر نفسه كده، هتسيبيه على الشعر وهتعملي له ستايل بالطريقة اللي انتي تحبيه بيها. ده لو انتي هتعملي له سكالب تريتمنت، يعني لو انت عايزه تعالجي فروه راسك. طب لو انا عايزه استخدمه بقى كل يوم الديلي يوز،
هتابلاي برضو سمول اماونت سكالب، وبعدين تسرحي برضو شعرك لغاية الاخر بنفس الطريقة. وعلى السبليت انس هتحطي سبليت انس بقى، هتستخدميها تحطي منه نقط على ايدك، وبعدين هتوزعيها على الشعر نفسه بقى، توزعيها على السبليت انس نفسها. وبعدين تحطي الكاب اللي احنا بنحطه سواء البلاستيك او لو انت حابة تحطي فوطة دافية مثلا، وتسيبيه 10 دقايق، وبعدين رينز وزي الشامبو اللي انت بتستخدميه ايا كان نوع بقى على المكونات بتاعته او الانجريدينت. طبعا المين اكتف انجريدينت او اللي هو يعني متسوق له علشان خاطره هو الروزماري، اللي هو اللي بيحفز انبات الشعر، بيطلع لك بيبي هير كده جديد. طبعا هو فيه الصويا بين، زيت الصويا، وفيه كاستر اويل، فيه زيت الخروع، فيه زيت الجوجوبا، فيه المنتا، وفي كمان الكوكونات، وفي حاجات كتير قوي. يعني بصوا الليست اوف انجريدينت قد ايه، كل ده زيوت، فهو مش زيت خالص كده روزماري خالص، هو عبارة كمان عن زيوت تانية، في لافندر، في بيبرمنت، في حاجات كتير قوي قوي. مش عايزة اخش في تفاصيل كتير قوي علشان ايه، احنا اللي يهمنا اللي هم الزيوت الاساسية اللي هي البيبرمنت والروزماري، طبعا الجوجوبا والكوكونات والارجان، كل دول عشان يرطبوا الشعر، بس هو الاساس بتاعه روزماري علشان يعمل انبات للشعر، والبيبرمنت عشان يعمل سكالب تريتمنت. هما بقى كاتبين عليه، انا حابه اقرا لكم كل اللي عليه، معلش يعني استحملوا الفيديو وكل حاجه عليه علشان اللي حابب ان هو يجيبه يبقى عارف ايه اللي مكتوب على العلبه كلها. زيت ده مكتوب عليه ان هو infused with rosemary ومنت وبيوتين، علشان خاطر يحفز ان الشعر يبقى healthier اكتر وسترونجر ولونجر، يعني هيبقى صحي واقوى واطول، providing shine and smoothing to split ends، يعني برضه هيخلي الشعر انعم، شاين حلو قوي للشعر، وهيحسن كمان من السبليت انس او التقصف اللي بيبقى موجود في الشعر. great for hair of all types، يعني ينفع لكل انواع الشعر. protective styles including البريتس والويفز، وكمان الناس اللي شعر اللي عامله شعرها chemically treated hair، يعني هو ينفع للناس اللي بتعمل الضفاير في شعرها او الويفز، ويفز كتير للشعر الويفي، يعني للشعر الويفي او الكيرلي والكيميكالي تريتد، يعني زي مثلا شعري كده اللي هو انا عامله فيه تريتمنت وكده، فبرضه ينفع له. هو بقى بيوعدك ان هو بيمبروف اللينس، بيزود طول الشعر، بيحسن وبيعمل نورشنج للهير فوليكلز، نورش يعني بيغذي فروه الراس كويس قوي، وبيحسن من الدراي سكالب لو انت عندك مشاكل في السكالب نفسها، وبيعمل سموز للسبليت انس، يعني ان هو بينعم شكل السبليت انس التقصف الموجود في الشعر. مكتوب عليه انه نو بارابن، نو سولفيت، نو بارافين، نو مينرال اويل، ونو دي اي اي، ونو انيمال تيستنج، يعني هو كرولتي فري، لان هو ما يجيش على تبعدي عن العين خالص، ما يجيش على الوش، وكمان تبعديه عن الاطفال. كل حاجة موجودة على العلبة عشان تبقوا عارفين لو انتوا حابين تطلبوه او تجيبوه ايه اللي موجود على العلبة. نيجي بقى للطريقة او طريقة استخدامي ليه. الطريقة اللي انا شايفاها احسن طريقة يعني استخدام ليه كتجربتي معاه، يعني لما جيت اجربه، انا لما جيت اجربه اول مرة خالص حطيته على حطيته من ورا كده عشان بس اجرب اشوف هيعمل ايه، لان انا قريت عليه كلام كتير قوي فكنت خايفة منه، حطيته على شعري اول مرة وقلت هستخدمه زي ما مكتوب على العلبة. انا طبعا قريت كتير، يعني شفت ناس بتقول لا اوعى تستخدموه بس من ساعتين لتلاتة وبعدين تغسلوا شعركم، وفي ناس قالت لا ما العلبة مكتوب عليها ان هو ديلي يوز، يبقى هستخدمه كل يوم ماليش دعوة بالكلام بالناس اللي يعني بتفتي من دماغها دي. وفي ناس تانية قالت لا ده هو بيوقع لي شعري والزيت ده خلاني اقرع. في واحد كده مشهور قوي على التيك توك عمل عنه ريفيو ان هو الزيت خلاه اقرع اصلا، يعني خلاه يحلق شعره خالص على الزيرو. فانا بصراحة كنت خايفة ويعني مش عارفة استخدمه ازاي، فقلت هستخدمه على زي المكتوب على العلبة. فاول لما جه استخدمته على يعني الحتة اللي ورا دي قلت اجرب فيها، لقيته اول لما حطيته حسيت بإريتيشن كده، قلت معلش يعني فروة راسي لسه مش متعودة، هيعدي على طول شوية كده، برضو حاسة ان في حاجة عايزة اخرج كده مش طبيعية، فقلت لا خلاص هروح اغسله. وانا كنت مستخدمه على ان انا خلاص هنام بيه يعني، فقلت لا انا هروح اغسل شعري وخلاص بقى زي ما تيجي تيجي، خلاص لازم شعري يتغسل. بعد كده قلت هستخدمه بالطريقة اللي هي بتحطيه على الشعر، بتقسمي شعرك وبتحطي نقط زي ما هما كاتبين كده، بس هتحطي نقط وهتغسليه بعدها، يعني يبقى الوش داي بتاعك مستخدميه من مرتين لثلاثة في الأسبوع. أنا بغسل شعري مرة في الأسبوع زي ما انتوا عارفين، بس أنا عشان خاطر الزيت ده بقيت بغسل شعري مرتين في الأسبوع، فبقيت بقسم الشعر وبحط منه نقط شوية هنا وشوية هنا، وعلى الحتت اللي هي بيبقى فيها عندي فيها فراغات، وبدلك بيها فروة الراس، وبلاش تدلكي فروة الراس كده بالبتاع بالأداة اللي هي بتاعة تدليك فروة الراس دي، رايح جاي رايح تشك تشك تشك،
ده وحش جدا يعني، بلاش دي، بلاش خالص يعني، عشان دي اصلا بتنزع الشعر لوحده يعني، دي اساسا بهدل الدنيا. فانتي يا بايديكي بحركات خفيفه كده، يا اما بنفس الاداه دي وتعملي بيها كده برضو، بلاش تك 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 تك. في ناس انا بسمع الصوت على انستجرام في الريلز، الحاجات دي بتصعب عليا يعني. فلا هو مش رايح جاي كده، هو في نفس المكان وانتي واقفه كده، بتدلكي راسك كده وبعدين تشيلي ايدك خالص وتروحي تعملي في حته تانية، مش بتاخدي الشعر رايح جاي معاكي، فاهمين قصدي؟ يعني هنا وبعدين هشيل ايدي واحطه هنا، وبعدين هشيل ايدي واحطها هنا، وبعدين هشيل ايدي واحطها هنا، مش تك 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 في راسي وانا رايحه جايه بالشعر كله، لا هي مش كده خالص. اللي بعمله بقسم شعري، بحط منه، باخد وانه مره واحده بس يعني، الدروبر دي بتبقى مليانه، بوزعها كلها على الشعر نقط كده بسيطه منه، وبدلك بيها فروه راسي شويه، وبدلك بيها فروه الراس لمده 10 دقائق، بعد كده بسيبه من ساعتين لثلاث ساعات، وبعدين بغسل شعري. تغسلي شعرك بقى بالشامبو بتاعك، في ناس بتقول تغسلي شعرك بشامبو فيه سولفيت علشان هو فيه، عشان هو زيت يعني، بس هو زيت خفيف جدا جدا، مش زي زيت الزيوت اللي احنا بنجيبها زي مثلا بتاع رو افريكان وكده، لا الزيت خفيف قوي، فحتى لو غسلتي شعرك بشامبو ما فيهوش سولفيت هيشيله يعني، اطمني من الحته دي. وطبعا لو انت عايزه تزايد التاكيد، او انت متعوده على شامبو فيه سولفيت وبتحبيه، استخدميه عادي مفيش مشكله، سواء كده او كده، المهم ان هو في الحالتين هينضف من الشعر، ما تخافيش، هو مش بيقعد فيه خالص. واستخدمته كمان على الشعر كله وكان حلو جدا. بس الصراحه مش دي اكتر طريقه عجبتني فيه يعني، ان انا اقعد اهدر المنتج على الشعر كله عشان يعالج لي التقصف، انا مش حاسه ان هو يعني اكتر حاجه قامت بالواجب في الموضوع ده. في حاجات كتير قوي احسن منه، كحمامات كريم وكده بتدي نتائج ومويسترايزنج للشعر احسن منه، فانا حبيتش ان انا اهدره على الشعر كله، فحبيت ان انا احطه بس على فروة الراس، وده الاستخدام ده عجبني اكتر ليه يعني. بعد فترة من الاستخدام بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، ممكن بعدها تجربي ان انت تستخدميه تحطيه على الشعر كل يوم نقط كده بسيطة، وتدلكي بيه فروة راسك وتسيبيه وتنامي، مفيش مشكلة، ساعتها هيكون شعرك اتعود، او تكون فروة الراس يعني اتعودت عليه. انما استخدام كأنك عارفين تستخدمه روتينول لأول مرة، في اول مرة بيقولك دخليه مرتين في الاسبوع، بعد كده يبقى 3 مرات في الاسبوع، بعد كده يبقوا كل يوم، ما تدخليهوش مرة واحدة عشان انت اصلا فروة راسك مش متعودة عليه، فاول مرة هتدخليه فيها هتحسي انه لا في اريتيشن وانا مش مرتاحة وعايزة اغسل شعري. بعد كده لما بقيت بستخدمه مرتين في الاسبوع، بقيت لا عادي جدا، ولا في اي حكه ولا في اي حاجه خالص مضايقاني، فبقى استخدامه بالنسبه لي حلو جدا. وفعلا بعد شهر واحد بس من الاستخدام، لقيت بيبي هير كتير قوي طالع لي، فدي حاجه انا مبسوطه بيها جدا. هو من ناحيه ان هو حلو افكتيف، لا حلو افكتيف وبيجيب نتيجه فعلا. هل بعد كل الكلام اللي انا قلته ده في ناس برضو ممكن ان هي ما تتحسسش منه؟ لان هو في بيبرمنت اويل، في منت اللي هو زيت النعناع، فهو في برضو زيوت ممكن ان هي تكون بتحسس ناس، هو في فولاتايل اويلز كتير، في زيوت عطريه يعني، فممكن وارد جدا انها تحسس الناس، بلس اصلا ان زيت الروزماري ساعات بيحسس الناس يعني، فممكن ان هو يسبب لك تحسس برضه في فروه الراس، ويكون ده الزيت اللي مش مناسب ليكي. اه وارد جدا، لانه برضه اكيد مش كلنا زي بعض، بس هو لو انت استخدمتيه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، هتلاقي منه نتائج حلوه قوي. الناس اللي زي الولد اللي على التيك توك اللي انا بقول لكم عليه ده، هو جابه واستخدمه كل يوم مره واحده كده، فكانت شوك بالنسبه للشعر، فتقريبا عشان كده شعره كله وقع. بس الناس اللي دايما اللي بتستخدمه بالطريقه اللي هي مرتين في اسبوع 3 في الاسبوع، بيلاقوا عليه نتائج حلوه جدا، وبقى لهم بيستخدموه شهور وما عمل لهمش اي مشكله خالص. انا بصراحه الزيت ده عجبني، ويعني اديله 10 من 10، وهجيب منه تاني اكيد يعني. غير حابه ان انا اكلمكم فيها، عشان برضو في ناس بتقول علشان هو قوي كده، وعلشان في ناس اتحسست منه ان هو الزيت ده مركز وما ينفعش ان هو تستخدميه كده على طول على شعرك، لازم ان انت تستخدميه مع كارير اويل زي زيت الجوجوبا او زيت الارجان او زيت اللوز الحلو. الكلام ده مش صح خالص وملوش يعني اي دليل، حتى هم اصلا كاتبين ان هو يستخدم كده على طول على الشعر، ما يتخلطش مع اي حاجه، لان هو اوريدي مخلوط، هو اوريدي فيه زيت ارجان وفي زيت كوكونات وفي زيت جوز الهند من زيت الجوجوبا، وزيت الجوجوبا من الزيوت اللي بتهدي وبترطب الشعر جدا، فانا مش محتاجه خالص خالص ان انا اخلطه، ما تخلطهوش مع اي زيت، لا تدعي خالص ان انت تخلطيه مع اي زيت، انت بتستخدميه كده زي ما هو من غير ما تخلطي. لو انت جايبه روز ماري بقى زيت بيور كده من عند الاسنشال اويل يعني، من عند العطار، او بلاش من عند العطار، من نفرتاري او امتنان، الزيوت اللي هي مركزه جدا، لا في الحاله دي لازم تخلطيه، ولازم تخلطيه مع كاريا اويل وتستخدميه على فروه راسك. الزيت ده ما بيتخلطش مع اي زيت تاني، بتستخدميه كده على طول على فروه راسك. عشان خاطر انا قعدت اقول لكم على السعر في الاول وصدمتكم كده بالسعر، وهو سعره في مصر غالي جدا. طب احنا لو مش حابين نجيبه في مصر، نجيب ايه البديل عنه؟ البديل عنه ان انت تجيبي زيت الروزماري
الزيت البيور الاسنشال اويل موجود عند نفرتاري او موجود عند متنان، هو برضو غالي مش رخيص، بس هو سعره تقريبا 300 جنيه او حاجه زي كده، وهيبقى عندك علبه كبيره جدا هتعمل لك اضعاف الكميه من الزيت ده. لنقطه واحده بس من زيت الروزماري اللي انت جبتيه ده، هتحطي قصادها 10 نقط ارجان اويل او زيت اللوز الحلو مثلا او الجوجوبا، او في ليست كده هتلاقوها موجوده على الموقع بتاع نفرتاري او الموقع بتاع امتنان، بيقول لك انت ايه الزيوت المسموح بيها ان انت تخلطيها معاها، الزيوت اللي هي اسمها كارير اويل او زيوت الحمل، في الجوجوبا والارجان وفي زيت اللوز الحلو، كل دول زيوت ممكن تخلطيهم معاه. تحطي نقطة واحدة من الروزماري قصادها 10 نقط من الزيت ده. وهي بس كده حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. اكتبوا لي اسئلتكم تحت لو حابين تستفسروا عن اي حاجة برضو، وانا هرد عليكم تحت في الكومنتات، او ابعتولي على الدي ام وانا برضو برد هناك دايما على كل الرسائل اللي بتجيلي. وبس كده، ما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا، تيك توك فيسبوك وانستجرام، بسيب اللينكات تحت دايما في الديسكربشن بوكس. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.